ازيكم يا شباب، معاكم دكتور مينا جاد والبيولوجي لأولى ثانوي. النهاردة إن شاء الله هتكون آخر حلقة لينا، نهاية المنهج اللي هنتكلم فيها عن آخر تشابتر في التاكسونومي اللي هو كينجدم أنيمالي. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تدعمونا بلايك وشير لأصدقائكم، وما تنسوش كمان سبسكرايب للقناة. للأسف في ناس كتيرة جدا ما بيوصلهاش الحلقات الجديدة اللي احنا بننزلها نتيجة ان هما مش عاملين اشتراك في القناة ومش مفعلين زر الجرس، فده مهم جدا علشان يوصلك اول باول كل الحاجات اللي احنا بننزلها. هتلاقوا الجروبس بتاعت الواتساب والفيسبوك والتليجرام موجودة. لو عندك اي سؤال او عندك اي استفسار او اي كومنت تقدر ان انت تكتبه تحت الفيديو، وبنرحب بكل الكومنتس وبنقراها. النهاردة هنخلص التاكسونومي، هناخد كينجدم انيميليا. طبعا كينجدم انيميليا فيه شويه كاركترستكس كده خاصه بيها. مملكه الحيوان هي كلها مالتي سيلولر، كل الكائنات الحيه اللي فيها متعدده الخلايا، فيها اكتر من خليه. يوكاريوتيك، يوكاريوتيك يعني زي ما اتفقنا قبل كده ان هي بيبقى عندها نيوكليوس واضح. الحركه بتاعتها كل الحيوانات بتكون قادره ان هي تتحرك من مكان للاخر، وبتدي يعني ريسبوند او بتستجيب تجاه الاستيمولاي المختلفه اللي موجوده في الانفايرمنت. يعني مثلا لو حس مثلا اي حيوان ان في حد هيهاجمه او في حيوان تاني هيهاجمه بيعمل ايه؟ بيبدا ان هو يجري، بيبدا ان هو يهرب من الحيوان دوت. طيب بالنسبه للريبرودكشن بيتكاثروا ازاي؟ بيتكاثروا سيكشوالي جنسيا. بنقسم الكينجدم انيميليا لتو فايل كبار، للانفرتبريتس والفرتبريتس. الانفرتبريتس اللي هم ما عندهمش فيرتبرال كولن، ما عندهمش عمود فقري، والفرتبريتس اللي هم عندهم الفيرتبرال كولن، عندهم العمود الفقري جوه جسمهم. طيب هنبدا نتكلم عن فايلم بوريفيرا اللي هي الفايلم بتاعه السبونجز. احنا دلوقتي هنبدا ناخد التقسيمات بقى بتاعه كينجدم انيميليا. المود اوف ليفنج، اولا المجموعه ديت بتعيش كلها في البحار او المحيطات، جزء منهم بيعيش في الفريش ووتر، بيقدروا ان هم يعيشوا لوحديهم انديفيدولي او سوليتري، او ممكن يعيشوا جوه مجموعات. ما بيتحركوش، هم بيبقوا ثابتين على الروكس، وخلي بالكوا عشان في سؤال هنقوله دلوقتي. الجسم بتاعهم بيكون سيمبل جدا، اسيمتريك. يعني ايه كلمه اسيمتريك؟ يعني مش متماثل. يعني ايه كلمه متماثل؟ يعني اتنين زي بعض. يعني مثلا البني ادم نقول ان هو متماثل، نصين زي بعض، جزئين زي بعض، ايد شمال ايد يمين، رجل شمال رجل يمين. لكن دول بيكونوا مش متماثلين، يعني الشكل بيكون عشوائي مفيش تماثل. الشكل بتاعهم بيكون يا اما شكل التيوب عامل زي الانبوبه او عامل زي الفازه، هوريكم الشكل دلوقتي. بيكون من جوه الشكل مفرغ، او يعني بتكون مفرغة من الداخل. الوول الخارجية، الجدار الخارجي بتاع هذا الاسبونج بيكون محاط بسكيلتون زي هيكل عظمي. يعني هو الاسبونج بيبقى حاجة حجرية شوية، بيبقى عليه سبيكيولز او فايبرز او حاجات ناشفة. الحاجات الناشفة دي هي اللي بتديله الصلابة بتاعته، ممكن يحتوي على هذه السبيكيولز. السبيكيولز دي يعني قطع ناشفة او فايبرز، تمام؟ بلاقي او ممكن يحتوي على الاثنين مع بعض. هلاقي كمان ان هو الاسبونج ده بيبقى مفرغ، في زي بقليل كده، في زي فراغات، في زي قنوات موجوده. فعشان كده الاسبونج سميناه بوريفرنس، كلمه بوريفرا جايه ان في بورز، في مسامات، في فتحات موجوده. الكافيتي الداخلي بتاعه بيكون مفتوح من فوق بحاجه اسمها الاسكيولم، هوريكم المنظر كل الكلام دوت دلوقتي، بس خلينا نتكلم كده نقول يعني ايه سبيكيول. السبيكيول قلنا حاجه زي حاجات ناشفه، زي ما انا لسه قايلكوا كده، عامله زي البريكس، عامله زي الطوب الصغير اللي بيكون الجسم بتاع الاسبونج. معنى كلمه بوريفرا يعني ايه؟ بوريفرا معناها التي تحمل البورز، اللي فيها البورز، اللي فيها الفتحات او المسام ديت. بصوا يا جماعه ادي شكل الاسبونج اهو، وادي هنا الاسكيولم اللي هو الجزء اللي فوق دوت. هنلاقي ان معظمهم هيرمافرودايت. يعني ايه كلمه هيرمافرودايت؟ يعني الكائن الحي نفسه بيحتوي على التورو برودكتيف اورجنز، يعني كائن حي ميل وفيميل في نفس الوقت، يقدر يطلع الجاميتس بتاعه البوث سكسز. الريبرودكشن بيتم ازاي؟ ممكن سيكشولي من خلال الجاميتس. خلاص الكائن الحي يطلع الميل جاميتس والفيميل جاميتس، يبداوا يتكاثروا من خلال السكشوال يعني، او ممكن اسكشوالي من خلال البادنج،
او regeneration. regeneration هو تجدد من نفسها. الاكزامبل بتاعي اللي هو الاسبونج، حيوان الاسبونج اللي بيكون موجود في البحار والمحيطات. طيب في سؤال مهم جدا اللي انا قلت لكم عليه ان هو ممكن يكون جاي على اذهانكم، طب اذا كان الاسبونج انت لسه قايل ان هو بيكون ثابت على الروكس على الاحجار او على الصخور، ليه حطيناه من ضمن الانيمالز؟ مش تقيل ان الانيمالز ديت لازم بتتحرك؟ اقولك بمنتهى البساطة ان هم فيهم صفات كتيرة جدا، هم مالتي سيلولر، هيتيروتروفيك، ما عندهمش سيل وولز، بيحتووا على سبيشالايز سيلز، فعشان كده احنا رحنا حطيناهم من ضمن الانيمالز، يعني فيهم صفات كتيرة جدا من الانيمالز. ندخل بعد كده على الفايلم اللي بعديها اللي هي فايلم سينيداريا. دول بيكونوا المعظم بتاعهم بيعيش في المارين في البحار، برضو نفس الكلام، يا اما بيعيشوا لوحديهم individually او بيعيشوا في colonies في مستعمرات جوه المية. هذا الحيوان بنلاقي ان هو ما عندوش راس، هلاقي ان هو radial، عنده radial symmetry. يعني ايه كلمة radial symmetry؟ كلمة radial symmetry هنقول دلوقتي، يعني حالا هندخل ونقول الفرق ما بين الراديال والبايلاترال. انا عندي الراديال ان انا عندي الحيوان بيبقى تقريبا مدور بالمنظر ده زي ما انتوا شايفين، عامل زي التيوب كده، اقدر اجي اقسمه نصين من اي اتجاه بالمنظر ده كده، اي اتجاه هقدر اقسمه بالنص بالظبط، تمام. لكن لما يكون مثلا عندي حيوان بالمنظر ده كده فور اكزامبل زي ما هنشوف دلوقتي، ده بايلاترال. ليه بايلاترال؟ ما ينفعش ان هو يتقسم غير من الناحية دي بس بالمنظر ده. طيب هنلاقي ان هو عنده الحيوان دوت، هنلاقي ان هو عنده ماوث، والماوث دوت هنلاقي ان هو حواليه مجموعة من الابندجز او الزوائد وبروتروجنز اكستنشنز بنسميها التنتكلز. التنتكلز دي مهمة جدا، دي التنتكلز دي بتبدأ ان هي كأنها يعني بتبدأ تلسوع بيها الفريسة بتاعتها اللي تبدأ تاكلها. هنلاقي ان هو عنده جوه فيه كافيتي، تجويف، التجويف دوت اللي هو الجاسترو فاسكولر كافيتي اللي هو زي القناة الهضمية بتاعته. هنلاقي ان الخلايا بتاعته arranged in two layers of tissues where the outer one contains sphenodocytes. هنلاقي ان في two layers موجودين، اللاير الاولانية اللي هي او الجزء الخارجي اللي هو السنيدوسايت. السنيدوسايت اللي هي الخلايا ديت، دي الخلايا اللي بتبدا تلسوع بيها الفريسه، دي اللي انا لسه قايل لكم عليها اللي هي الستينجنج سيلز. ستينجنج يعني بتقرص بيها الفريسه. هنلاقي موجوده فين الستينجنج سيلز دي؟ هنلاقيها بكثره في التنتكلز، تمام. وطب بتعمل بيها ايه؟ بتدافع بيها عن نفسها، وعلشان تقدر كمان ان هي تفترس الفريسه بتاعتها. الاكزامبلز بتاعتي الهايدرا، ده الشكل بتاع الهايدرا، حيوان الهايدرا اهو، والاوريليا والسي انيمون. يبقى ادي الهايدرا وادي الاوريليا وادي السي انيمون. ندخل بعد كده على فايلم بلات هيلمنسز او الفلات وورمز او الديدان المفلطحه. الديدان المفلطحه ديت بتكون ديدان بتعيش على تو هوستس، يعني بتعيش على عائلين، تمام، وبتبدا ان هي تعيش، وفي جزء منهم بيعيش يعني عادي في الطبيعه، لكن معظمهم لازم بيبقى ليهم عائل يتغذوا عليه. يعني مثلا بالهرسيه لازم تتغذى على البني ادم. هنلاقي ان عندها راس، بيبقى ليها راس، غير زي ما احنا قلنا قبل كده في الفايلم اللي فاتت اللي هي سينيداريا، بنلاقي ان هو البادي ما عندوش راس، لا انا هنا عندي راس، وبتبقى فلات مفلطحة، عشان كده سميناها الديدان المفلطحة الفلات وورمز. بنلاقي ان هي مكونة من ثلاث طبقات فوق بعض. كلمة ثلاث طبقات فوق بعض اللي هي تراي بلوبلاستيك. يعني ايه كلمة تراي بلوبلاستيك؟ يعني في مكونة من ثلاث طبقات فوق بعض، الجسم بتاعها مكون من ثلاث طبقات، وبنلاقي ان هي بايلاترال سيمتريك. لسه قايلكوا عليها بايلاترال، يعني اقدر اشقها بالنص كده بس، ما اقدرش ان انا اشقها من اي مكان تاني بحيث يديني نصفين متساويين بالظبط. الجنس بتاعهم بنلاقي ان معظمهم هيرمافرودايت، يعني ميل وفيميل في نفس الوقت، وبلاقي ان جزء منهم بيكون يونيسيكشوال، يعني في منه الميل وفي منه الفيميل. اشهر الديدان ادي البلاناريا وادي البلهارسيا وادي التيب وورم.
نيجي بعد كده على النيماتودا او النيماتودز او الراوند وورمز، الديدان اللي هي المدوره، تحس كده شكلها ان هي عامله زي التعابين. بنلاقي ان هي موجوده عايشه في معظم الانفايرومنتس، بنلاقي جزء منها بيعيش فري ليفنج في الميه، ممكن يعيش في الطين، اجزاء يعني مجموعات منها لازم ان هي تتغذى على الانسان، تعمل باراسايت على الانسان او على الحيوان او على النباتات. بنلاقي هنا الجسم بتاعها بقى مش مفلطح، بلاقي ان هو سيلندر تيبرد. كلمة تيبرد يعني مقفول من ناحيتين، يعني بلاقي ان هي الدودة عاملة كده ولاقي ان هي مقفولة من الناحيتين، عاملة زي سن كده رفيع من الناحيتين. مكونة برضو من 3 layers زي بالظبط المجموعة اللي قبلها، وبنلاقي ان هي bilaterally symmetric، يعني برضو ان انا اقدر اقسمها نصين. هنلاقي ان هي عندها alimentary canal، عندها قناة هضمية، والقناة الهضمية دي فيها فتحتين بتبدأ بالماوث بالبق وبتنتهي بالانس اللي هي فتحة الشرج بتاعتها. هلاقي الحجم بتاعها هي مجموعة كبيرة جدا، احجامها يعني بتتفاوت، ممكن حاجات تبقى مايكروسكوبيك، يعني مثلا الفلاريا دي مايكروسكوبيك، ومجموعة تانية ممكن بتوصل ل 1 متر in length، بيبقى طولها طويل جدا، ممكن تصل الى متر في الطول، زي مثلا حاجات زي الاسكارس. زي ما انتم شايفين ادي الاكزامبلز، الاسكارس والفلاريا، والسكس بتاعها بيكون يوني سيكشوال، يعني عندي الميل وعندي الفيميل. نيجي بعد كده على الفايلم اللي بعديها، فايلم انيليدا. فايلم انيليدا او الرينج وورمز او السيجمنتد وورمز، دي بتبقى الديدان دي بتبقى كاني بالظبط جبت مجموعه كده من الخواتم حطيتها جنب بعض، دوريات كده سلندرات كده جنب بعض. معظمهم بيعيشوا فري في البحر، ممكن يعيشوا في الفريش ووتر في المياه العذبة، ممكن يعيشوا في المد سويل في الطين. جزء قليل منهم جدا بيكون external parasites، يعني بيتغذى بصورة خارجية على كائنات أخرى. يعني مثلا هديكم مثال زي الليتش وورمز، الليتش وورم ديت بتبقى external parasite اللي هي بيبدأوا يستخدموها أحيانا عشان تسحب لو في دم فاسد أو في أي مشكلة. بالعكس ده كمان لقوا إن هي مفيدة للإنسان، بتفرز له حاجات بتوسع الأوعية الدموية. طيب الجسم بتاعهم بيكون segmented، يعني مكون من rings حلقان كده جنب بعض أو خواتم جنب بعض. بنلاقي إن هي عندها تشايتي، شايتي اللي هو السباين لايك ستراكشر، كأنه سباينال كورد لكن هو مش سباينال كورد. جايب لكم المنظر بتاعه أهو، يعني آدي المنظر بتاع التشايتي أهو، تمام. ده سباين لايك ستراكشر، يعني كأنه عمود فقري، بس هو مش عمود فقري، حاجة ناشفة. بيبقى موجود وبيساعد على الحركة، وبيبقى تحت الجلد على طول بتاع معظم الديدان دي. السكس بتاعهم هنلاقي انه جزء منهم بيكون يونيسيكشوال، وقليل منهم قوي بيكون هيرمافرودايتس. الاكزامبل الارث وورم، ديدان الارض، ديدان الارض اللي بتعيش في السويل. وعلى فكره ناس كتيره جدا فاكره ان ديدان الارض ديت فيها مشكله او بتسبب مشاكل، بالعكس دي مفيده جدا للتربه، لان هي بتقعد تلف في التربه وتجري في التربه فبتهويها، بالاضافه كمان ان هي بتزود الخصوبه بتاعه الارض. كمان الليتش دي اكسترنال بارازايت، دي زي ما قلت لكم بيبقى ليها بعض الاستخدامات العلاجيه. نيجي بعد كده الفايلم ارثروبودا. فايلم ارثروبودا بنلاقي ان هي بايلاترالي سيمتريك، وخلاص عرفنا عن ايه كلمه بايلاترالي سيمتريك. بتتقسم الى نمبر اوف سيجمنتس، يعني هلاقي زي اجزاء كل جزء فيه مجموعه من الزوائد، وهلاقي الزوائد ديت ان هي متقسمه لاجزاء ماسكه في بعض، يعني زي ما انتم شايفين اهوت. هنبدا نتكلم عن الارثروبودز دلوقتي وناخد الاكزامبلز، هيبان الكلام اللي احنا بنشرحه دوت. بيتقسموا لسيفرال ريجنز ذات ار كفرد باي اكزوسكيلتون، يعني بتبقى متغطيه بسكيلتون خارجي كانه جهاز يعني عظم خارجي. الجسم بتاع الفايلم او يعني الفايلم ارثروبودا هنبدا بقى نقسمها لكذا كلاس. الكلاس الأولانية اللي هي كلاس كراستيشيا، كراستيشيا اللي هي القشريات وهنتكلم عنها، وكلاس أراكنيديا، وكلاس إنسكتا، وكلاس ميريابودا. هنبدأ نمسك كل كلاس ونعمل كده ما بينهم كومباريزون. أول كلاس اللي هي الكراستيشيا هنلاقي إن الجسم بتاعها مكون من جزئين، يعني هي
الحيوان ذات نفسه مكون من جزئين، جزء بنسميه السفالوسوركس، السفالوسوركس دي اللي هي الراس ولازق فيها الزور مع بعض، وجزء تاني اللي هو بقية الجسم اللي هو البطن. يعني أشهر حاجة مثلا الجمبري، الجمبري أنت تيجي تبص كده تلاقي راسه مدفوسة، تبدأ إن أنت تقشر الجمبري تطلع راسه كده، راسه بزوره وبعد كده في بقية جسمه، تمام؟ وهلاقي إن هو بيبقى متحاوط بشيتينيس كيوتيكل، مادة كده حوالين الجسم بتاعته. طيب نيجي بعد كده على الكلاس التانية اللي هي أراكنيديا. أراكنيديا بتبقى الجسم عندي مكون من جزئين برضو، اللي هو السيفالوسوركس والابدومين. كلاس انسيكتا اللي هي بتاعة الحشرات دي، لا هنلاقي بقى فيها الراس واضحة، وهنلاقي فيه المنطقة بتاعة الثوركس اللي هي الصدر بقى، الزور والصدر والحتة دي، وبعد كده الابدومين البطن، وهنشرحها برضو في الانسيكتا. الميريابودا هلاقي انه الجسم مكون من جزئين، الهيد والترانك اللي هو الجذع بتاع الجسم. هنشوف برضو الكلاس ميريابودا ديت، كل واحدة هناخد عليها اكزامبلز. طيب كلاس كراستيشيا بتتحرك ازاي، بتمشي ازاي؟ بتمشي من خلال زوائد. الزوائد ديت يعني بصوا كده على رجلين الجمبري، تحسوا مش رجلين، يعني تحسوا ان هي زوائد موجودة، والزوائد ديت بتبدأ ليها تبقى فانكشنز كتيرة. طيب الاراكنيديا، لا الاراكنيديا بنلاقي ان عندها اربع four pairs of walking legs، أربع أزواج من الرجول عشان تتحرك بيها. بلاقي إن هما unisexual، وسيبا يعني في عندي male وعندي female. طيب class insecta بلاقي إن هما عندهم three pairs، ثلاث أزواج من ال walking legs. بعض الأنواع في الإنسكتا هنلاقي إن عندهم two pairs of wings، يعني زوجين من الأجنحة زي الباترفلاي وزي الدراجون فلاي. هنلاقي في انواع تانية بتحتوي على one pair of wings، يعني زوج واحد بس من الاجنحة زي الهاوس فلايز والموسكيتوز، وانواع تانية بتبقى ما فيهاش اجنحة زي الانس اللي هي النمل. وزي ما انا قلت برضو مع الامثلة لما هتتشرح هيوضح الكلام ده كله. الميريابودا دي بنلاقي ليها رجول كتيرة جدا. طيب العيون، هنلاقي في كلاس كراستيشيا العيون بتاعتهم بتكون كومباوند مركبة. الاراكنيديا بتبقى سيمبل، والانسكتا بيبقى عندهم one pair of compound eyes و one pair of antenna. الانتنة اللي هي زي قرون الاستشعار كده، شفت مثلا النملة او كده بتلاقي ليها زي قرون استشعار موجودة. طيب البريثنج، بنلاقي كراستيشيا بتتنفس بالخياشيم بالجلز. الاراكنيديا بيبقى عندهم حاجة اسمها تراكيولز، كلمة تراكيولز يعني مصغر كلمة تراكيه، يعني زي ما احنا عندنا القصبة الهوائية، لا هم عندهم حاجة مبسطة من القصبة الهوائية دي، يعني respiratory system كده ايه بسيط. وعندهم حاجة اسمها lung box، lung box ديت برضو حاجة عاملة زي respiratory organ بس بيكون مبسط، تمام؟ طيب الانسكتا بتتنفس بالتراكيولز ديت، والميريابودا بتتنفس بالتراكيولز. ادي بقى الامثلة اللي بتوضح كل حاجة. كراستيش البراون الجمبري، والكراب اللي هو السي كانسر او اللي هو يعني من الاخر الكابوريا، واللوبستر اللي هي الاستاكوزا، تمام؟ دي الكلاس كراستيشي. اراكنيديا عندي الاشهر مثالين السبايدر والسكوربيو، بصوا حتى على عدد الرجلين وبصوا الصفات، رجعوها تاني مع الكلام اللي احنا قلناه. الانسكتا دي بقى مجموعه كبيره، هوريكم الصور في السلايد الجايه، الفلايز والموسكيتوز والكوكراشز والانس والبيز والموث واللوكست والدراجون فلاي، هوريكم الاشكال بتاعتهم. ميريابودا السكولوبندرا، ادي السكولوبندرا، ادي كميه الرجول الفظيعه اللي بتتحرك بيها، هي عباره عن راس وترنك وجزع، وكميه رجول بقى كتيره بتمشي بيها. ادي هنا الفلايز الدبان، تمام، والموسكيتو، ادي الموسكيتو اهو الناموس الرخم، وادي الكوكراشز والانس النمل والبيز والموث اللي هي العته واللوكست والدراجون فلاي. طبعا هتلاقوا كلهم عندهم قرون الاستشعار ديت اللي بتبقى طالعة من راسه. نيجي بعد كده لفايلم مولاسكا. فايلم مولاسكا المود اوف ليفنج بتاعتها ان هم بيعيشوا معظمهم في السولت ووتر، جزء منهم بيعيش في الفريش ووتر، وجزء قليل قوي بيعيش على الارض. الجسم بتاعهم بيكون سوفت رخ، بيكون unsegmented، وهاز ماسكولار بارت يوز ان لوكوموشن كولد فوت، يعني بيبقى عندهم بقى جزء مخصص للمشي. ات هاز ويل ديفلوبد هيد، يعني راسهم بتكون مكتمله وفيها سنس اورجن ممكن ما تبقاش موجوده في بعض السبيشيز.
هنلاقي ان عليها دي بقى حاجة مهمة جدا، اللي هي بيبقى عليها طبقة كالسيريوس شيل، يعني طبقة معمولة كده من الكالسيوم. ممكن الطبقة دي تكون خارجية بره جسمهم او داخلية، ممكن ما تبقاش موجودة، ممكن تبقى موجودة بس بصورة بسيطة. بيبقى عندهم اورجن قريب جدا من التنج، قريب جدا من اللسان. يعني معظم المولسكس عندهم زي اللسان، اللسان ده بيبقى حاد جدا جدا، تمام، وبيبقى عليه صفوف من التيث، صفوف من الاسنان. الاسنان دي بنسميها الراديولا، دي بتساعدها في الاكل، وهوريكم المنظر بتاعهم دلوقتي. معظمهم بيكون يونيسيكشوال، وقليل منهم قوي بيكون هيرمافروديت. الاكزامبل بتاعي الديزرت سنيل والاويستر والاوكتوبس، ادي الديزرت سنيل اهو، وادي الاويستر، تمام، اللي هو المحار الموجود في البحر، وادي الاوكتوبس اهو الاخطبوط. نيجي بعد كده لفايلم رقم 8 اللي هي الاشينوديرماتا. الاشينوديرماتا دول بيكون جسمهم راوندد، مدور او سيلندريكال او شكل ستار. يعني من ضمن الحاجات اللي هنشوفها نجمة البحر، نجمة البحر موجودة في المجموعة ديت، وجزء منهم بيحتوي على ارمز، بيحتوي على دراعات. بيكون جسمهم انسيجمنتد، يعني مش متخطط او مش متقطع. وعندهم كمان هارد اندوسكيلتون، يعني بيكون عندهم سكيلتون داخلي بيكون ناشف. انت لما تيجي تشوف نجمة البحر بتكون تلاقيها ان هي شديدة. كمان ممكن بلاقي ان جسمهم بيبقى عليه زي شوك او زي بليتس كده كالسيريس، يعني فيها كالسيوم في معظمهم. بلاقي كمان ان عندهم it has sucker like structures called tube feet، يعني عندهم حاجات كده يبدأوا زي كأنها رجلين ان هم يمشوا بيها، تمام، يتحركوا بيها، اللي هي التيوب فيت ديت. فممكن بيتحركوا من خلال التيوب فيت او السباينز، الشوك اللي على جسمهم، او الارمز، الدراعات. بلاقي ان هم ما عندهمش they have no anterior or posterior ends where the majority have two surfaces. يعني ايه؟ يعني لما تيجي تشوف نجمة البحر هتلاقي نجمة البحر دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن وشين، يعني وشها اللي فوق والظهر اللي هي بتبقى قاعدة عليه، تمام. ال surface side where the mouth is located دي بنسميها ال oral surface، يعني الجزء اللي فيه بقهم هو ده ال oral surface. طب والجزء اللي هو المعاكس ليه ده بنسميه ال aboral surface. يعني ادي الشكل اهو، مثلا ادي healthy star، تلاقي جزء من فوق، جزء من تحت، جزء من فوق، جزء من تحت، جزء من فوق، جزء من تحت. هما بيكونوا unisexual وال reproduction بتاعهم يبقى بالجاميتس، وممكن يحصل asexually بالريجنريشن. اشهر الامثله السي ستار والسي قرشين والسي كاكمبر او اللي هو خيار البحر. الفايلم الاخيره اللي هي فايلم كورداتا. طبعا فايلم كورداتا دي تعتبر من اكبر الفايلم، هي الجزء الكبير بتاع الدرس بتاع النهارده. هنلاقي انه الكورديتس بيتميزوا ان هم عندهم نوتو كورد او حبل في الظهر. الحبل بتاع الظهر ده ممكن يتطور يبقى فيرتبرال كولمن، ممكن يفضل زي ما هو، طبعا المعظم بيكون متطور. الفايلم كورديت بنبدا نقسمها لكذا سب فايلا. احنا تهمنا سب فايلم مهم قوي اللي هي الفيرتبريت، اللي هما الفقاريات. طيب نمسك بقى السب فايلم فيرتبريت. سب فايلم فيرتبريت بنبدا ان احنا ان النوتو كورد اللي احنا بنشوفه بيبدا يبقى موجود في الامبريونيك ستيج، واول لما الجنين يبدا يكبر بنلاقي انه يتطور عنده الفيرتبرال كولم، ويظهر الفيرتبرال كولم اللي بيحوط على السباينال كورد ويحميه. بنلاقي ان هم عندهم اندوسكيلتون، يعني جهاز او يعني عظم داخلي او الهيكل العظم الداخلي. هنلاقي ان هو فيه فيرتبرال كولم، هنلاقي عندهم جمجمه، هنلاقي عندهم جيرز، جيرز اللي هي الجزء بتاع الوسط، والليمبس اللي هي الاطراف. عندهم سيركيلاتوري سيستم، عندهم الهارت، القلب زينا، يعني احنا موجودين على فكره في الكورديتا. يعني عندهم الهارت، وعندهم البلاد فيسلز اللي بيبدا الدم يمشي من خلالها عشان يغذي كل الجسم بالاكسجين والنيوترينز. الفيرتبريتس بتتقسم اكوردنج تو ثيرمال ايكوليبريم، يعني اكوردنج تو هي علاقتها بدرجات الحراره، لنوعين، الورم بلادد انيمالز والكولد بلادد انيمالز. الورم بلادد انيمالز دي اللي هي الحيوانات اللي بتبدا ان هي جسمها ما يتغيرش مع درجه الحراره، يعني زينا،
تمام. احنا endotherms او warm blooded animals بنعمل ايه؟ بناكل تمام علشان نطلع طاقة وجسمنا يفضل محافظ على درجة حرارته اللي هي 35. طيب الناحية التانية اللي هي الكولد بلادد، لا الكولد بلادد دوت لا، انا هنا عندي الانيمالز ما بيقدروش يسيطروا على درجة حرارتهم طبقا للجو، طبقا درجة حرارتهم تبقى موجودة زي ما هنشوف الفيش والامفيبيانز والريبتايلز، الاسماك والامفيبيانز اللي هي البرمائيات والزواحف. طيب هنبدأ ناخد السب فايلم فيرتبريت، دنيتها سهلة مش صعبة. هنبدأ ناخد الكلاسز اللي موجودة فيها وفي الآخر ندرس بقى الكلاس اللي احنا موجودين فيها بشكل متعمق شوية. أول كلاس عندي اللي هي كلاس أجناثا، دي بنلاقي الاندوسكيلتون بتاعها كارتليجينس، يعني زي كأنه غضروف، يعني مفيش لسه عظم، مش ظاهر عظم. الجسم بحس ان هو طويل وعامل زي الأنبوبة كده تمام، لونج إيل لايك، يعني زي تعابين المية أو الإنقليس. بلاقي ان هو ما عندوش فينز، ما عندوش زعانف يتحرك بيها. البق بتاعه زي ما انتوا شايفين، على فكرة ده بق اللي طالع في الصورة، ده البق بتاعه. بلاقي ان هو مدور وعامل زي الفانل، عامل زي كده يعني انبوبة كده جوه، وبيحتوي على لسان حاد جدا، وهلاقي ان عنده كمية تيث فظيعة وتيث حامية جدا. طبعا مش ظاهر عنده اي فك خالص، جولس يعني ما عندوش اي فك. بيتغذى على ايه؟ هم عبارة عن بارازايتس. بيعملوا ايه؟ يروحوا يعني قرمين كده، يحطوا بقهم يقرموا الفيش الكبيرة ويبدأوا يلزقوا نفسهم فيها، ويبدأوا بلسانهم الحاد المبرد دوت يبدأوا ياخدوا الفلاش بتاع الفيش دوت. المثال بتاعي اللي هو اللامبري. نيجي بعد كده للكلاس التانية اللي هي الكوندري شثايسز. الكوندري شثايسز اللي هي دول مجموعة اللي هي اشهر حاجة فيهم اللي هي سمك القرش. دول بيعيشوا في المية المالحة وبيعيشوا في البحار، جسمهم برضو كارتليجينس. بلاقي انه البادي بتاعهم بيكون عليه زي سكيلز او قشور. القشور ديت نفس المادة اللي معمولة منها، هي نفس المادة اللي معمول منها الاسنان، يعني لو جيت بصيت هتلاقي نفس المادة هي. هنلاقي البق بتاعها مختلف شوية، مكانه فينترال، يعني بحس ان هو موجود في البطن. يعني بصوا كده على السمكة تحس ان بقها موجود في بطنها، فموجود في الفينترال سايد. هلاقي ان في فكين وعليهم اسنان حامية جدا علشان تساعدها على البريديشن، هي تبدأ تفترس. الزعانف هلاقي ان في زعانف طبعا موجودة بيرد. هلاقي انه الخياشيم بتاعتهم مش متغطية بحاجة اسمها الاوبركيولم. الاوبركيولم ده عبارة عن غطا للخياشيم، انا هنا ما عنديش غطا للخياشيم. طيب في حاجة تانية اسمها الاير بلادر او نفخة العوم او مثانة العوم او مثانة السباحة او مثانة الغاز، دي زي بالونة. البالونة دي لما تتملي بالهواء تخلي السمكة ان هي تقدر تطفو على المية وتنط والكلام ده كله. هلاقي ان هما ما عندهمش الحكاية دي، يعني ما يقدروش ان هما يقفزوا وينطوا والكلام ده كله ويملوا هواء جامد يتشقلبوا بقى كتير جوه المية. السكس بتاعهم بيكون سيباريتد يونيسيكشوال، والفيرتيلايزيشن بيتم انترنال. يعني ايه كلمة انترنال واكسترنال فيرتيلايزيشن؟ انترنال فيرتيلايزيشن يعني البويضة او الفيميل جاميت او الميل جاميت يدخل جوه الفيميل، يعني الميل جاميت يبقى داخل جوه الفيميل تمام، ده اسمه الانترنال. الاكسترنال ان هو يتم بره الجسم، يعني مثلا تيجي الفيميل تحط الجاميتس بتاعتها ويجي الميل يبدا يعمل تلقيح للجاميتس ديت. الاكزامبلز بتاعتي اللي هي الشارك والري فيش، الشارك والري فيش. طيب نيجي بعد كده على المجموعه اللي بعديها، الكلاس اللي بعديها الاوستي تشايثز اللي هي اشهر مجموعه عندي، اللي هي فيها سمك البلطي وسمك البوري. بنلاقي ان هما بيعيشوا في المية المالحة وفي المية كمان العذبة. جسمهم من جوه طبعا دي مجموعة سهلة جدا، تفتكروا وانتوا بتاكلوا السمك كده السكيلتون بتاعهم من جوه، لأ ده فيه عظم يبقى بوني. جسمهم من بره مش احنا بنقشره من بره، بيبقى فيه تقشير عند الراجل كده covered by bony scales، الاقي فيه قشور حادة جدا وقشور عاملة زي العظم. هلاقي بقهم فين؟ بقهم ترمينال طرفي موجود هنا في بداية جسمهم. هلاقي ان هم عندهم فينز، الزعانف بتاعتهم بتكون ميديال يعني في نص جسم السمكة، وبيرد يعني فردتين وفردتين.
هلاقي ان عندهم غطا الخياشيم دوت اللي هو الاوبركيولم، وعندهم الاير بلادر بحيث ان هم يقدروا يطفوا على السطح ويتنططوا ويتشقلبوا. السكس بتاعهم بيكون يوني سيكشوال، والفيرتلايزيشن بقى هنا بيتم خارجيا. من اشهر الانواع طبعا البولتي اللي هو الاسم بتاعه التليبيا، والبوري اللي هو المالت. نيجي بعد كده للكلاس بتاعه البرمائيات، زي ما شايفين الضفدع الاموره اللي طلعت تضحك ديت. they are cold blooded animals، يعني جسمهم بيتغير مع درجات الحراره. هلاقي ان جسمهم رفيع جدا وسموز وناعم وسليمي، يعني جسمهم رفيع قوي. بلاقي انه عندهم فور بنتاكتايل ليمز. كلمه بنتاكتايل يعني ذوات الخمس صوابع، يعني احنا بنتاكتايل، يعني احنا الليمز بتاعتنا فيها خمس صوابع. هم عندهم اربع اطراف كل طرف فيه خمس صوابع. الامفيبيانز يا جماعه اللي هي البرمائيات بيعيشوا فتره ان هم وهم صغيرين، مرحله لما كان جنين بيعيش جوه الميه ويتنفس بالخياشيم. بعد لما يكبر يبدا ان هو ينتقل للبر، ويبدا ان هو يستنشق الهواء باللونجز بتاعته، وبالتالي يقدر ان هو يعيش على البر، يستنشق الهواء باللونجز وبالسكين بتاعه. السكس بتاعهم بيكونوا يوني سيكشوال سيباريتد، والفيرتلايزيشن بيتم اكسترنال، يعني الفيميلز تحط الايجز بتاعتها في الوتر. اشهر الامثله الفروج والسالامندر. طبعا في نوت مهمه، ان ناس كتيره جدا فاكره البرمائيات اللي هو يعيش ينط في الميه ويطلع بره في البر وهكذا. لا، برمائيات يعني فتره طفولتهم، فتره لما كان جنين عايش في الميه، وبعد كده لما كبر يقدر يعيش على البر من خلال زي ما احنا قلنا السكين ومن خلال اللونجز. نيجي بعد كده للمجموعه بتاعه الزواحف ريبتيليا، دول برضو كولد بلادد. هلاقي جسمهم مقسم الى اربع اقسام: الهيد الراس والنك الرقبه والترانك الجذع نفسه والتيل اللي هو الديل بتاعهم. هلاقي جسمهم متغطي بدراي سكين، يبقى السكين بتاعهم ناشف، وثيك هورني سكيلز يعني عليه قشور بتكون ناشفه وتكون تخينه. وممكن الاقي عليهم زي هورني بليتس برضو، زي حاجات كده حاده، يعني زي كروكودايل كده، لما تيجي تبص على التمساح هتلاقي فيه زي بروز كده طالعه منه حاده. عندهم فور بنتاكتايل ليمز، وكل تو بنلاقي كل صباع بلاقي ان اخره زي حافر، بس حافر يعني ما شاء الله يعني شديد، حافر حامي قوي. بيتنفسوا من الهواء عادي بالتو لانجز، وبرضه هما يونيسيكشوال يعني في عندهم ميل وفيميل. هنا بقى بيكون الفيرتلايزيشن انترنال، يعني الفيميل بتبدا ان هي تحط الاجز جوه السكيني تشيل او جوه الكالسيريوس او السكيني تشيل. طيب الاكزامبلز بتاعتي الكروكودايل، التورتويز، الجيكو، الليزرد، الشاميليون، السنيك. ادي مناظرهم اهي: الكروكودايل، تورتويز، جيكو، ليزرد، شاميليون، والسنيك. بعد كده مجموعه الافز. مجموعه الافز دي اللي هي اشهرها مجموعه الطيور، يعني دي ورم بلادد، دي بتقدر تظبط درجه حرارتها، متغطي جسمهم بالريش. عندهم اربعه ليمبس، اتنين منهم انتيرير واتنين بوستيرير. الاتنين الانتيرير بيكونوا عندهم موديفايد انتو وينجز فور فلاينج، يعني بيبقى عندهم جناحات يطيروا بيها، والبوستيرير بيبقى عندهم فور ديجيتس، يعني هنا بقى مش بنتاكتايل، يعني لا بيبقى عندهم اربع ديجيتس، اربع صوابع. بيكون عندهم هورني كلوز، برضو حوافر كده شديده، يستخدموها يا اما يمشوا على الارض زي التشيكن، يقفزوا يعني او يتسلقوا زي السبارو، يعوموا زي البطه الدك، او بريديتنج علشان يبداوا يهجموا ويبداوا يفترسوا زي الهوك زي النسور. بيتنفسوا ازاي؟ بالتو لانجز. السكس بتاعهم بيكون يوني سيكشوال، والفيميل بتبدا ان هي تبيض وتقعد على البيض لغايه لما يفقس. هنلاقي ربنا مديهم شويه ادابتيشنز علشان يبقوا بيردز، عشان يبقوا طيور. اولا بنلاقي العظم بتاعهم خفيف مفرغ، ليه؟ عشان يقدروا يطيروا، لو العظم تقيل مش هيقدروا يطيروا. الاسترنم اللي هو الجزء الخلفي من ظهرهم ورا بنلاقي ان هو واسع وماسك في عضلات كبيره علشان يقدروا يطيروا بالجناحات ديت. هنلاقي ان جسمهم بيحتوي على اير ساكس، يعني زي بلالين. البلالين دي بحيث اول لما يبداوا يطيروا
تتنفخ بالهواء، فدي تساعدهم ان هم يطيروا، زي ما تكون جايب بالونة كده لما تبدأ تنفخها بالهواء تلاقي ان هي خفيفة وتقدر تطير اسرع. ادي هي اشكالهم: السبارو، البيجيون، الهوك، الدك، التشيكن، الاسترش، الايجل. نيجي بعد كده لمجموعة الماميليا. مجموعة الماميليا وورم بلودد انيمالز، وبتبقى برضو فيها اربع ريجنز: الهيد والنك والثوركس والابدومين. بلاقي ان هما سراوندد باي سكين، عندهم جلد والجلد ده بيبقى فيه شعر. عندهم فور بنتاكتايل ليمس، الفور بنتاكتايل ليمس دي ممكن يبقى فيها كلوز يعني الحوافر الشديدة، او نيلز او هوفز او بادز، ضوافر او اللي هي زي الحفار او الحاجة، انا مش عارف الاسم بالعربي بالظبط، اللي هو بيبدأ يمشي عليه الجمل، انا معرفش اسمه ايه بالعربي. الريسبيريشن بيبداوا ان هم يتنفسوا من خلال اللنجز. التيث بتاعتهم اسنانهم مش زي بعض، يعني بص كده على اسنانك، على فكره احنا من مجموعه ماميليا، هتلاقي الاسنان ان هي دي سيميلر مش زي بعض، هنلاقي فيها الانسيزرز والكناينز والمولرز. الانسيزرز اللي هي القواطع اللي هي السنان القدامانيه، الكناينز اللي هي الانياب، والمولرز اللي هي الضروس. طبعا الجنس يونيسيكشوال، معظمهم بيكون فيفي بارس. يعني ايه كلمة فيفي بارس؟ يعني بيولد الجنين على طول زينا، يعني البني ادمين يولد الجنين، وهاف ميموري جلانز، عندهم غدد، الغدد ديت علشان تطلع لبن ويبدأوا يرضعوا الاطفال. ماميليا بنبدأ نقسمها لتلاتة سب كلاسز: سب كلاس بروتوثيريا، وسب كلاس ميتاثيريا، وسب كلاس ايوثيريا. سب كلاس بروتوثيريا دي ما بيخلفوش، لكن بيبداوا ان هم يخلفوا سوري ان هم يبيضوا، ينزلوا اجز، ويبداوا ان هم يعملوا انكيوبيشن للاجز ديت. بعد ما تفقس يبداوا ان هم الام ترضع الاطفال بتاعتها من خلال ماموري جلانز. الماموري جلانز دي موجوده في الابدومن. بنلاقي ان هم عندهم فتحات لخروج اليورين، كلوكل، كلمه كلوكل يعني زي فتحات علشان يخرج منها اليورين، البول والفيسز البراز والاكس، فتحه لخروج كل حاجه. الامثله بتاعتي اللي هي الدك بيلد بلاتيبس اللي هو خلد الماء، والسبايني انت ايتر، هوريكم اشكالهم دلوقتي. الميتاثيريا دي اشهرها اللي هي الكانجارو، لو تسمعوا عنه او تشوفوه. بيبقى الطفل بعد ما بيتولد بيكون اماتيور، بيبقى لسه مش ناضج، او لسه ما ينفعش ان هو يعيش. الام تروح حطاه جوه كيس، الكيس دوت في بطنها، جوه بطنها تحطه كده جوه باتش، الباتش دوت بيبقى فيه الحلمات اللي بيبدا يرضع منها لغايه لما يكبر ويبدا ان هو ينطلق للحياه. بعد كده عندي الايوثيريا. الايوثيريا دي اللي احنا بقى هنتكلم عنها، اللي احنا منها مجموعه الايوثيريا سب كلاس ايوثيريا. بنلاقي ان هم they are placental mammals، في بقى مشيمه، والولد لازم يتولد او البيبي لازم يتولد fully developed، خلاص جاهز ان هو يعيش الحياة، والام بتبدأ ترضع الطفل باللبن اللي طالع من الميموري جلانز. بيكونوا متقسمين لميني اوردرز، وزي ما احنا هنشوف اليوثيريا دي طبعا تاج الخليقة كلها البني ادم على في الاخر خالص بتاع التقسيم. ادي هنا الدك بيلد بلاتيبس، ده هنا السبايني انت ايتر، وده هنا الكانجرو. طيب دلوقتي هنبدا نمسك كلاس كلاس او سب كلاس بقى، احنا خلاص خدنا كلاس ماميليا، نبدا ناخد السب كلاسز بتوعها ورا بعض كده، اللي هي اخرهم البني ادمين. كلمتين بالظبط عن كل مجموعه، يعني احنا هنمسك السب كلاس ايوثيريا، نبدا ناخد الاوردر، متاسف هنبدا نمسكهم اوردر اوردر، تمام؟ يبقى احنا فين دلوقتي عشان ما نتوهش؟ احنا كينجدم انيميليا، فايلم كورديتا، سب فايلم فيرتبريت، كلاس ماميليا، سب كلاس ايوثيريا، اوردر. هنبدا نمسك بقى الاوردرز. اول اوردر عندي اوردر ايدنتاتا. ايدنتاتا ديت جزء منهم بيكون توثلس، يعني ما عندوش سنان، ولكن الجزء الثاني بيكون عنده اسنان اماميه فقط. بنلاقي ان هم عندهم حوافر شديده وقويه، الامثله بتاعتي الارماديلو والسلوث. زي ما انتم شايفين كلمتين عن كل اوردر بالظبط. الانسكتيفورا دول بياكلوا الانسكتس، وعندهم فرونت تيث بتاعتهم بتكون بارزه لبره بحيث ان هي تاكل او تمسك الحشره وتمزقها تماما زي الهيدجهوج. الكارنيفورا، الكارنيفورا دي حاجات غالبا بتاكل حيوانات بس او بتاكل لحمه بس، بلاقي ان عندهم انياب قويه جدا جدا.
البري مولرز برضو بتاعتهم الضروس بتبقى شارب، وبتبدأ ان هي تمضغ كويس جدا الفريسة بتاعتها، وعندهم حوافر شديدة جدا زي اللاين الأسد والولف والدوج والسيل اللي هي زعنفيات الأقدام والتايجر والفوكس والكات، كل الحاجات ديت بتبقى شديدة وبتاكل مينلي كمان لحوم. بعد كده البريسوداكتايلا دول مجموعة بتاكل الأعشاب هيربيفورز، بلاقي ان عندهم الرجل بتاعتهم او الأصابع بتاعت الرجل بتاعتهم بتكون اود، يعني يا إما واحد يا إما ثلاثة، وكل صباع من الصوابع ديت بلاقي إن فيه زي هوف شديد وهوف حامي قوي. التيث بتاعتهم بتبقى حجمها كبير، أشهرهم طبعا الحصان والحمار والحمار الوحشي والراينوسورس اللي هو الوحيد القرن اللي هو سيد قشطة، دي المجموعة اللي هي بتاكل الأعشاب بس وسنانها حامية برضو علشان تعرف تمضغ الحاجات اللي هي بتتقدم لها اللي هي الخضروات اللي بتتقدم لها، طبعا مش خضروات يعني ممكن برسيم والحاجات دي لازم ان هي تمضخها كويس. بعد كده عندي مجموعة الاوردر اللي هي الارتيوداكتايلا، دول هيربيفورز برضو بياكلوا الاعشاب وبيكون عندهم بقى ايفن تود، يعني بلاقي ان رجليهم بلاقي ان فيها التو بتاعتي بتكون ايفن يعني 2 4، كل تو بلاقي ان هو ليه هورني هوف زي قبل كده، والمجموعه ديت بتبقى اللي هي الشيب الجوت الجراف الماعز والخرفان والزراف والدير والكمل الجمال والغزلان والكلام ده كله من مجموعه بتاعت الارتيو داكتايل. بعد كده مجموعه سيتيشيا دي هنخش شويه بقى ان هم دول عايشين في الاكواتيك انيمالز، يعني المجموعه دي مشهوره قوي اللي هي الويل والدولفين الحيتان والدلافين. بلاقي بقى هنا دول مش زي الباقيين، بلاقي ان الفور ليمبس بقت عامله زي الزعانف زي البدلات علشان يقدروا يعوموا بيها، ولاقي عندهم في الاخر الفين، الفين اللي هي الديل بتاعهم الديل المشهور بتاع السمكة، مش بتاع بس أي سمكة، بتاع الدولفين أو بتاع الويل، بيتنفسوا من الاتموسفيريك اير من خلال اللونجز، والسكس بتاعتهم سيباريتد يعني عندي ميل وفيميل، والفيميل بتبدأ إن هي تخلف وتبدأ ترضع أطفالها الصغيرين. بعد كده رودنتيا اللي هي المجموعة بقى بتاعة القوارض اللي هي بتقرض ديت، دول بلاقي عندهم لو تشوفوا كده الفيديوهات بتاعة الكرتون بتاعة الفران تلاقيهم مطلعين لك الفار كده والانسيزورز طالعة من بقه، تلاقي التو انسيزورز طالعين من بقه، بلاقي ان هو عنده بير اوف انسيزورز فوق وتحت في الابر واللور جو، سنتين قدامه سنتين ورا، يعني سنتين في الجزء اللي فوق وسنتين في الجزء اللي تحت. الانسيزورز دي بتبقى على فكرة حامية جدا جدا، وبيبقى عندهم ديل طويل ودانهم بتكون صغيرة طبعا زي الرات والجيربو والماوس والسكوير، مجموعة القوارض كلها. بعد كده مجموعة اللاجو مورفا، مجموعة اللاجو مورفا بيكون عندهم two pairs بقى of incisors، مش pair واحد، two pairs of incisors في الأبر جو وone pair، يعني عندهم 6 أسنان 4 فوق و2 تحت. الديل بتاعهم بيكون قصير ودانهم طويلة، وأشهر حد في المجموعة دي اللي هي الأرانب الرابتس. نيجي بعد كده لمجموعة تشيروبترا، دي اللي هي الخفاش، بنلاقي ان الفور ليمبس بتاعته يعني بتبقى عاملة زي الأجنحة، من أول الصباع التاني للصباع الخامس عنده في صوابعه معمولين على هيئة جناح تمام، وبلاقي ان هو مفرود تمام والسكين مفرود ما بين الصوابع ديت. طبعا الخفاش زي ما انتوا عارفين ان هو بينشط قوي أثناء الليل، بيكون نشيط أثناء الليل عن الصبح. نيجي بعد كده لاوردر بروبوسكيديا، بروبوسكيديا دي اللي هي الاليفنت، ده اللي بيبقى عندهم زلومه، يعني مجموعه ذوي الزلومه عندهم لونج ماسكولر بروبوسكس زلومه طويله، وهنلاقي ان عندهم نابين، النابين دول بتوع الفيل دول عباره عن تو ابر انسيزورز وكبروا، بنسميهم التو اليفنت كاناينز اللي هم النابين اللي طالعين بتوع انياب الفيل، بنسميهم انياب الفيل. نيجي بعد كده لاخر مجموعه اللي هي البرايميتس اللي هي اكتر مجموعه متطوره، ودول عندهم دول بقى كاننا بنتكلم على البني ادم، هنلاقي ان عندهم تو بيرز اوف بنتاكتايل ليمس، هنلاقي الصباع الكبير اللي هو الثامب الابهام بلاقي ان هو بعيد عن بقيه ال4 صوابع، عندهم مخ وحجمه كبير وعندهم نيرفس سيستم وناس متطورين
زي المونكي والليمر والجوريلا والشمبانزي والمان. في النهاية حابب ان انا اشكركم جدا جدا على نهاية المنهج. كل سنة وانتم طيبين، وان شاء الله نتقابل في تانية سنة.